وفقكم الله. يقول: هناك أمور محرمة على الرجال خاصة كلبس الذهب، فهل يجوز بيع قلائد ذهب الرجالية؟ وهل المحرم هو البيع أم الشراء؟ إيش؟ يقول: هناك أمور محرمة على الرجال خاصة كلبس الذهب، فهل يجوز بيع قلائد ذهب للرجال؟ قلائد ذهب للرجال، قلائد ذهب للرجال، لا ما يجوز، ما يجوز بيع قلائد الذهب للرجال إذا كان القصد أنهم يلبسونها، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. أما إذا اشتراها لزوجته أو اشتراها لبنته فلا بأس. نعم.